سارة دبسي، اهلا وسهلا فيك على تلفزيون عمان. يا اهلا وسهلا فيك، الشرف وبيسعدني اني انا تواجدت بهالقناة. سارة دبسي، كيف بيتهموكي بالغرور؟ بيتهموني بالغرور لانه ما بقبل كل شيء وما بتنازل وما بتهادن مع حدا وصارمه، يعني بصراحه صارمه بارائي الفنيه قطعا يعني وبس. فانا قلت اذا كانت هي صفه تطلق على ناس عندهم هالمواصفات هي فانا مغروره. اوكي، ماني زعلانه يعني. غرورك هو اللي ابعدك عن المهنه؟ ما بعدت عن المهنه، انا بعدت عن التلفزيون. ايه تماما. ايه المهنه بتضل بدمي وبضل عم مارسها وبضل عم اشتغلها بشغف، يعني انا عندي الاذاعه مثلا، عندي برنامج اسمه المسرح إذا روى، نقلت المسرح للإذاعة. عرفت علي كيف؟ بختصر المسرحية وبقدم حالة مسرحية من خلال الميكروفون. هاي حالة جديدة في الوطن العربي كله، يعني هاي بالإذاعة أنا بخرجه إخراجي، هذا غير التمثيل طبعا. وعندي الدوبلاج، يعني ما تركت التلفزيون، بس بعدت عن التلفزيون. بعدت. شو الموقف اللي صار اللي كان مثل ما بيقولوا الشعرة التي قسمت ظهر البعير؟ شو الموقف مع مين؟ بأي مسلسل كان؟ لا معلش، ما راح أذكر بشكل بس إنه تفاصيل القصة. أنا اعتذرت. عرفت عليك، فصار الاعتذار كأنه مرفوض أو إهانة للشخص. إذا اعتذرت منه كأنك عم بتهينه، يعني هو الواقع. لا يعني أنا عمل ما عجبني، ما حبيته. عرفت كيف؟ ممكن إنه أنا ما حبيت الشخصية وجوز ما حبيت العمل ككل، بحب جوز أنا ما شفت حالي مع هالناس اللي أنا بدي أتعاون معهم. يعني في عدة عوامل تدفعك إنك ترفض، مو بس إنه أنا والله ما عجبني، في عدة عوامل مرود. فأنا لما بعتذر هنا بيعتبروها كأنه إهانة شخصية إلي أنا كشخص. غلط الكلام، غلط يعني. كمان إذا بدهم يعتبروني مغرورة، أوكي مغرورة. يعني غيرك حدا كان قاعد بالبيت وقفل على حاله، بس أنت استثمرتي هذا الوقت لصرتي ملكة الدوبلاج بكل معنى الكلمة. كيف رحتي لهالعالم الثاني وخصوصي بموسم المسلسلات التركية؟ هلا انا من النوع اللي مثل ما قلت لك لا اهادن، يعني ما بستسلم. انا من النوع اللي كلمه بتضغط عليه بينطلق اكثر، يعني خاصه بالنسبه للفن. يعني بحس انه عندي طاقات كثير كبيره، ولسه انا لحد هلا بهالعمر، رغم انه انا بعمر ما راح اقول قديش، يعني 20 كل مالي بصغر كل سنه بصغر. بس عندي طاقات لحد هلا انا ما ظهرتها. يعني في هلا انا بالاذاعه بيقولوا عني انه انا كثير متحمسه للاذاعه، وفعلا انا مره اعتذرت عن مسلسل تلفزيوني مشان الاذاعه. تصور. والله هي عم بحلف بالله. فكمان اعتبر المخرج اهانه له. المهم هلا الدوبلاج ابتدى، كان كنا بالتلفزيون نحن لسه قبل الحالات هاي. كان في القناة الثانية عنا تجيب الأفلام الأمريكية المنتقاة النخبة ويعملوا دوبلاج فيها ونبعتها. ما بعرف لوين كانوا يبعتوها، يعني ما كنت لسه ماني مستوعبة قصة الدوبلاج. فعملت أشياء كتير حبيتها، حسيت حالي إنه أنا عم بمثل، ما مو دوبلاج. عرفت كيف؟ هون اكتشفت انا طاقاتي بالدوبلاج، انه الدوبلاج مو مجرد انك انت تقلد الاحرف وتلحق الممثل، ودوبلاج انك انت تاخذ من شخصيه الشخصيه الاساسيه وتعطيها من روحها. تمام. عرفت كيف؟ حتى بيقولوا انه سراء دبسي بتحسن من اداء الممثل اللي عم تدبلج له. الله يخليك. ممكن يعني ممكن. طيب شو أكتر شخصية بيعرف الجمهور بس ما بيعرف إنه أنت لعبتيها بالدوبلاج؟ والله ما بعرف بصراحة، ما بعرف، لأنه الكم اللي عملته بالدوبلاج كبير هائل. إيه يعني ما بعرف، سواء بالتلفزيون يعني بالإذاعة أو بالدوبلاج، الحقيقة ما بعرف قديش كم أعمال بصراحة، لأنه كم غزير يعني. بس أنا كتير كتير بشعر بسعادة لما بعمل دوبلاج، خاصة لما بعمل أدوار متختلفة. يعني حتى أخذتي بإيد سناء ويلا على الدوبلاج، كيف أقنعتيها تروح معي؟ لا ما قبلت،
ما عملي ولا دور؟ ثناء ما عملي الدبلاج، ما قبلي، ما قبلي الدبلاج، ما قبلي. يعني هذا الشخص وقت ما رضيت. بيقولوا انه سراء دبسي ودبلجتها للمسلسلات التركية ضرت الدراما السورية، ضرت يعني عملت عليها منافسة يعني قصدك ايه. هلا انا كمان كنت اشرف، كنت مخرجة يعني اشراف بالدبلاج. يا لطيف شو كنت صعبة يعني الحقيقة، لانه بدي احسس الممثل انه انت بدك تمثل، ما بدك تجي بس تبربر يعني، عرفت عليك. هلا هي نافست ليش؟ لانه العمل بينجح لما بيكون في صدق في الاداء، لو ما بيكون في كاستينج صح. الكاستينج كتير 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 مهم بالدبلاج، مثل ما هو مهم في أي عمل تاني، لكن بالدبلاج بالذات كتير الصوت مهم. هلا بيجوا بيقولوا لي إنه فلان بيشبهه، خدي فلان بيشبهه، شو بدي بيشبهه؟ أنا بيهمني الصوت، بيهمني الصوت هاد ملائم لهذا الصوت ولا لا، عرفت عليك. فهي ممكن أطلقوا هالكلام على اعتبار انه العمل كان ناجح وكسر الدنيا يعني، عرفت عليك. ولا هيك بيقولوا، مو انا بقول. سراء دبسي ليش في حمله ممنهجه ضد فنانات حلب؟ يعني هلا اذا نعد ما بنخلص، ايمان غوري، ماجدة مورا الله يرحمها، يعني هدى الركبي، ليش انتم قاعدين؟ مين عم يحاربكم؟ لا الحقيقه هو يعني انا ما بحب اعطي بالمطلق، ما بحب اظلم كمان، عرفت كيف يعني. هو محتمل شيء غير مقصود باعتبار هن ابعاد، بيقول لك بعيد عن العين بعيد عن القلب. بعدين غير هيك مثلا بدهم يجوا بتكلفهم الاقامه، بدها تكلفهم ما بعرف يعني قد ايش بتعوا. انا لاني نسيت هالقصص، عم يجيبوا ممثلين من لبنان ومن الجزائر، ما بيهمهم بس من حلب بجوز انه والله الاقامه بتكلفنا، والله كذا بتكلف، والله يعني عرفت علي كيف. مع انه انا يعني بشوف في فنانات حلبيات اهم بكثير، اهم بكثير من اللي عم نشوفه يعني بصراحه. بصراحه انا بقول لك يعني في احيان كثيره ما عم نشوف فن، احنا ما عم نشوف فن، ولا عم نشوف فنانات، ولا عم نشوف ممثلات بصراحه يعني، معلش. بس هذا الواقع. في هلا مرت في انحدار بالحاله الفنيه عندنا بسوريا ككل. هلا في نهضه في مصر، تمام. عم بتصير في نهضه بمصر، انحدار سوريا، بالانحدار السوري بالدراما التلفزيونية. ما بتفكري بالهجرة لمصر بما أنه صارت هي هلأ عاصمة الفن؟ لا 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 لا، أنا سورية وأنا ممثلة سورية، وأنا بدي أثبت وجودي كممثلة وأثبت. حاول على الأقل لما بدي أشتغل أرفع من زاوية الفن السوري صراحة. يعني أنا مثلا بعتز وبرفع رأسي إنه عامل أهم الأعمال السورية واللي إلها بصمة في تاريخ الدراما السورية، ولا هيك بخاف على حالي إنه أنا أعمل شيء يسبني العالم عليه. لا خلي يقولوا وينك أحسن ما يسبوني يعني بصراحة. أنت ذكرت زميلاتي الفنانات الحلبيات، بقول لهم بحبكم كتير، وأنا وأنتوا سوا بالهوى سوا يعني، وإن شاء الله بتمنى أنه تتغير الأوضاع وتتقدم وأعمال تظهر مواهبكم وفنكم. شكر ماروت لأنه استضافتني وخلاكم تستضيفوني بهالحلقة اللي جمعتنا مع بعض. وعلى فكرة أنا أول من اشتغل تلفزيون في بلاد العربية، أنا رحت على عمان ومثلت هنيك، عملت مسلسلات هنيك. ما عندك ذكريات كتيرة. ايه كتير، ايه طبعا ايه.